بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. مشاهدينا الكرام، متابعين برنامج الجريء، أهلا وسهلا بكم في برنامجي وبرنامجكم الجريء. معلش اتأخرنا عليكم ربع ساعة، طبعا تجهيزات، والله يكون في عون الناس اللي شغالة. النهاردة هنبدأ حلقة اليوم بتمن محاور. أول محور هيكون معانا طبعا تهنئة للسيد الفريق أسامة عسكر على المنصب الجديد، ويعني الحمد لله 25 يناير عيد الأمن الداخلي، عيد العين الساهرة، رجال الشرطة عيدنا عليهم الحلقة الماضية، وطبعا كان 28 يناير وعدنا من المرحلة الصعبة. عمر مصر ما هتتهد، احنا المصريين أمة في رباط ليوم الدين. وطبعا بنقول للناس اللي قاعدة على تواصل اجتماعي، صفحات الفيسبوك الوهمية، النهاردة بنشوف شباب ورجالة قاعدين على الفيسبوك، حاجة غريبة جدا. الشباب عاملة صفحات وهمية بأسماء نساء وبنات وحاجات غريبة بنشوفها على التواصل الاجتماعي. طبعا ده كله بس الفتن في الأمن الداخلي والقوات المسلحة من الخارج، قاعدين برا في الخارج طبعا شغالين على التواصل الاجتماعي فيسبوك، أي حاجة يعلقوا عليها الشماعة. مفيش إنجاز في مصر عاجبهم، أي إنجاز. النهاردة مصر بتتميز وتتفنن بالبنية العمرانية تحت توجيهات فخامة الرئيس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا جميع الأجهزة التنفيذية الأمنية الشرطية العسكرية السيادية كلهم شغالين شغل من نار. طبعا أمامنا على الشاشة السيد الفريق أسامة عسكر، احنا باركنا له وبنبارك له تاني وتالت ويستحق كل خير. الصورة اللي على الشاشة دي صورة الفريق أسامة عسكر، الراجل يستاهل كل خير. احنا بنقول لأعداء الوطن هو ده السيد الفريق أسامة عسكر اللي انتم جبتوه على الشاشات المأجورة الفضائية الإخوانية، كنتوا بتقولوا أي كلام وخلاص. الحمد لله النهاردة الراجل في القوات المسلحة نمرة 3 وتم ترقيته. فعمر مصر ما هتقع، دول خير أجناد الأرض، القوات المسلحة المصرية. وطبعا عيدنا على الأمن الداخلي، العين الساهرة، الناس اللي بتقف على الكمائن بتحمينا، الناس اللي بتقف على الحدود بتحمينا. احنا معانا على المداخلة الهاتفية رجل أعمال من محافظة السويس الحاج مصطفى أبو غبان. مرحب بيك يا حاج مصطفى. أهلا بيك يا حاج أستاذ هاني وأهلا بضيوف الكرام. حاج مصطفى، احنا كنا بنتكلم عن ترقية الفريق أسامة عسكر، يعني راجل من مؤسسة القوات المصرية طبعا بالجيش. احنا قلنا لأعداء الوطن اللي هم كانوا بيشوهوا الصورة، ادي الراجل تم ترقيته وامام الناس على الهواء مباشر. وطبعا اتكلمنا عن 8 يعني العيد 68، 25 يناير عيد الشرطة، عيدنا على رجال الشرطة. تمام معايا يا حاج مصطفى؟ معاك يا استاذ هاني، اتفضل. كلمني بس على انجازات الفريق أسامة عسكر، وكلمني عن رجال الشرطه في عيدهم ال 68. والله يا استاذ هاني، الاول بهني الشعب المصري بعيد الشرطه، وبهني رجال الشرطه بعيدهم، رجال الشرطه الامن والامان، رجال الشرطه اللي حاسسون الالم بالامن والامان. مش قادر اوصف لك الحاله الامنيه في السويس كمان بصفه خاصه. الفترة اللي فاتت دي كانت الوضع كان ممتاز، فوق الممتاز كمان. بنشكرهم وبنهنيهم بعيدهم، ناس محترمة وناس قايمة بدورها، والحمد لله رب العالمين، يعني كل حاجة في السويس تمام. يعني
بالنسبة لترقية ست الفريق أسامة عسكر، دي حاجة طبيعية. الراجل ده قد قائد عظيم، ده هو أدى يعني أداء عالي جدا، وكنا كلنا منتظرين ومتوقعين الترقية بتاعته دي، ويستاهلها ويستاهل أكتر منها كمان إن شاء الله. تعرف المنصب الترقية؟ ألو؟ تعرف المنصب الترقية؟ الترقية؟ تعرف اسم طبعا الترقية؟ ست فريق ترقى رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة. رئيس هيئة عمليات عمليات القوات القوات المسلحة. المسلحة طبعا. أشكرك يا حاج مصطفى، أشكرك. أشكرك. طبعا زي ما سمعنا رجل الأعمال السويسي الحاج مصطفى أبو غبان قال إيه في حق رجال الشرطة البواسل، وقال إيه طبعا في حق السيد الفريق أسامة عسكر، وبنقول له مبروك على الترقية. يعني المحور هيكون التاني معانا، هنطلع نجيب ضيفنا النائب السابق الحاج شرف الدين محمد شرف. وقبل ما اطلع اجيب الحاج شرف ضيفنا، هنتفرج على تقرير مع ابناء محافظة السويس وهم بيعيدوا على رجال الشرطة، ونرجع نعلق على التقرير. الأول أنا أقول لحضرتك، أقول للشرطة كل سنة وهم طيبين، دي أول حاجة، وربنا يعينهم يعني الحقيقة باذلين مجهود جامد، خوف على البلد ومأمنين البلد كويس. أما بالنسبة للقوات المسلحة فالدرع الأساسي برضو دول جيش وطني وكلنا بنحبه وكلنا بنخدم فيه. نتمنى من الله ان هو يعني ربنا يسترها معاهم ويا ربنا يقويهم، لان كلهم اولادنا برضه يعني. هنا انا بهني الشرطه المصريه، العيون الساهره اللي بتسهر من اجل حمايه المواطن المصري، ولي الشرف العظيم انه ابنائي ضباط شرطه في محافظة السويس، ولي الفخر والاعتزاز ان انا افتخر بضباط الشرطة حماة الوطن الساهرين على امن الوطن. وطبعا جيشنا المصري الجيش العظيم الذي لا يقهر، اللي هو حامي الوطن. بتقدم بكل التهنئة والتحية لرجال الشرطة البواسل اللي هم بيقدموا كل يوم تضحيات من اجل الوطن ومن اجلنا احنا كشعب مصري. بيضحوا كتير، بيبذلوا جهد، بيسهروا يعني طول الليل لحمايتنا وتوفير الامن لينا. تمام. فطبعا بنوجه لهم التهنئه الخالصه من القلب بمناسبه عيدهم، عيد 25 يناير، عيد الشرطه المصريه. كما بتوجه بالتحيه لقواتنا المسلحه الباسله اللي هي واقفه على الحدود بتدافع عننا وبتحمينا. وانا واحد من الناس اللي انا بحب جيش بلدي وبحب شرطه بلدي، ودايما ان انا يعني بدعمهم بكل الحب وبكل التأييد. وكان لي الشرف العظيم ان انا يعني احضر احتفالات عيد الشرطه في استاد القاهره يوم الجمعه 25 يناير، ده يعني بناء على حبي للشرطه المصريه وحبي لبلدي، لان انا وطني، ولان كما طبعا انا كنت في القوات المسلحه وشاركت في حرب اكتوبر. النهارده احنا بنحتفل باعياد الشرطه في 25 يناير، اللي فيه بنقول للشرطه برافو عليكم، انتوا النهارده بتحفظوا الامن، بتحفظوا الوطن، وبتحفظوا اهالينا في بيوتنا وهم نايمين. وطبعا حصل قبل كده ان احنا بعدنا عنكم او بعدتوا عننا، ف شفنا اللي شفناه. النهارده الشرطه واقفه على رجليها، الشرطه شايفه شغلها مظبوط، شايفه كل حاجه في البلد، مفيش حاجه بتخفى عنهم، سهرانين طول الليل عشان خاطر راحتنا احنا وعشان خاطر نعيش في امن وامان. 25 يناير بنذكر ابنائنا وذاكره الوطن بان هم الشرطه تصدت في محافظه اسماعيليه ضد الاحتلال البريطاني. نعم. وكان ساعتها وزير الداخليه في الوقت ده فؤاد سراج الدين باشا،
وأبلد بلاء حسنا ولم يرفضوا ولم يتهانوا. وبنقول لأبنائنا أبناء الوطن جميعا إن الشرطة والجيش والشعب إيد واحدة. نحن أبناء الوطن، أبناء الوطن وغرة الوطن. وبنحيي رسالة تحية وتقدير لأسد جمهورية مصر العربية الرئيس. أنا بوجه رسالة وتحية لكل أبناء شرطة مصر العظيمة وقواتنا المسلحة والقيادة السياسية اللي خايفة على مصالح الدولة وبتحمي الدولة من أي عدوان خارجي أو داخلي. وأحب أوجه تحية لأبناء الشهداء من الشرطة والقوات المسلحة. تحية إعزاز وتقدير لكل شهداء الشرطة وشهداء الوطن اللي ضحوا بحياتهم عشان نقدر نعيش في استقرار وفي أمن وأمان في بلدنا الجميلة مصر. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم من جديد. طبعا يعني قبل ما ارحب بضيف الحلقه كان خبر كده على الهواء مباشر، يعني والد السيد العقيد والاخ والصديق شريف سلامه مفتش الامن العام بمديريه امن السويس، والده في ذمه الله. بنقول له البقاء لله، تعزيه من اسره قناه الصحة والجمال، وتعزية من أسرة برنامج الجريء. البقاء لله، وإن لله وإن إليه راجعون. مشاهدينا الكرام، النهاردة معانا ضيف حلقة اليوم السيد المستشار شرف الدين محمد شرف، النائب السابق بمحافظة السويس. مرحب بيك سيادة النائب. أهلا وسهلا أستاذ هاني. سيادة النائب، طبعا انت مش اول مرة تطلع على الشاشة معانا، ده يعني ثالث لقاء، وانا بعتز بيك قوي على الهواء مباشر. حضرتك من الناس المحترمين والغاليين علينا، مرحب بيك على شاشة الصحة والجمال. اهلا وسهلا يا استاذ هاني، وانا شاكر جدا وبحيي سيادتك وبحيي برنامجك الجريء فعلا، وبحيي قناة الصحة والجمال على المجهود اللي بيبذل وعلى العرض الجميل والشيق وفي كافه المجالات احنا بنشوفها ونتابعها. واصبح دلوقتي يمكن احنا عندنا في السويس بنتابع قناه الصحه والجمال يمكن يوميا. ده شرف لينا طبعا. احنا عرضنا على الهواء مباشر تهنئه للسيد الفريق اسامه عسكر حبيب السويسه، وعرضنا عيد يعني عيد الشرطه العين الساهره 68 25 يناير، وقلنا لهم كل سنه وانتم طيبين. احنا معانا مداخله على الهواء مباشر من رجل الاعمال السويسي الحاج اشرف الهادي. مرحب بيك يا حاج اشرف. اهلا وسهلا استاذ هاني. اهلا وسهلا بقى. مرحب بيك حاج اشرف. كنا بنتكلم على ترقيه السيد الفريق اسامه عسكر، واتكلمنا على العيد 68 لرجال الشرطه. طبعا احنا بقى ما نتكلم على سياده الفريق اسامه، مش ندي له حقه عشان الراجل دوت طب بطمة في كل مكان بروحه. الراجل ده حبيب السواسة وحبيب مصر كلها. ست الفريق عمل انجازات كبيرة جدا، الجيش اولا والشرطة والشعب دول ايد واحدة طبعا، وطول ما احنا مع بعض مصر متقدم ان شاء الله. طيب نقول ايه بقى لرجال الشرطة في عيدهم ال 68؟ عيد الشرطة اقول لهم كل سنة طيبين، دي العيون الساهرة ديت، الناس اللي احنا بنقعد ونمشي على الطرق وهم طهرانين، الناس دي اللي بتاخد الطلقه مكان الشعب، الناس دي بتفادي بروحها عشان خاطر الشعب. اشكرك يا حاج اشرف. اشكرك سياده النائب، مرحب بيك من جديد. طبعا يعني احنا باركنا للسيد الفريق اسامه عسكر، وطبعا عيد الشرطه المجيد طلعنا منه من 25 يناير وعيدنا على رجال الشرطه البواسل وعدينا من 28. طبعا النهارده كلمه حضرتك لرجال الشرطه.
طبعا في البدايه طبعا بشكر سيادتك، والخبر اللي سيادتك قلته من شويه وفاه والد سياده العقيد شريف بسلامه في السويس من رجال الشرطه المصريه، انا بعزي سيادته وخالص العزاء لاسرته، ونتمنى لهم الصبر والسلوان. وبرضه في من هذا البرنامج الجريء ومن خلال قناه صحه وجمال، انا بهني سياده الفريق اسامه عسكر. انا عايز اقول مش السويسه كلهم، ده هو يعتبر ابن السويس، لان ما فعله هذا الرجل لشعب السويس من انجازات واعمال جليله، بالاضافه الى جهده المتواصل في قوات مسلحه وكرجل عسكري من الطراز الاول، الا ان قام باعمال جليله لشباب السويس في فتره عصيبه جدا بعد احداث يناير 2011. من خلال هذه الاحداث حسينا ان فعلا هو الاب الروحي للسويسه الفريق اسامه. انا عرضت له اكتر من انجاز على الشاشه طبعا. نعم. قبل الترقيه بحلقتين عندي. نعم. طبعا مينا الجاف واسواق بدر، كليه الطب الجديده لسه هيتم افتتاحها. نعم. طبعا مدرسه اللي هي سانت فاطمه دلوقتي. تمام. يعني انجازات كتيره، الكباري اللي اتعملت في القطاع الريفي. تمام. يعني حاجات انجازات عظيمه جدا. بالاضافه للحالات الانسانيه، وهو فعلا فعلا يعني الإنسانية وحبيب السويس. احنا بنقول الكلام ده ليه وانجازاته دي ليه؟ الناس اللي قاعده على الشاشات الفضائيه الماجوره بره اللي هم بيقبضوا دولارات. نعم. يعني من كتر يعني الدولارات اتعموا عينيهم بقوا يشوهوا في الراجل. يعني حضرتك بص كده على الشاشه هتلاقي خد بالك يعني انجازات الفريق امامنا. احنا بندي لكل واحد حقه. نعم. يعني كل واحد حقه بنديله اهو. بص كده حضرتك كده على الشاشه امامك، يعني حاجه جميله جدا، من مينا جاف لاسواق بدر. ده احنا بنتكلم على محافظتنا. هي انجازات ده غير ان هو طلع بره طبعا. نعم. الراجل في سينا بره يعني شفنا يعني كان روحه بتطلع بسبب اللي هو يحمي المواطنين والكلام ده. انجازات سياده الفريق اسامه هي بتحسب للقوات المسلحه المصريه. تمام. قوات المسلحه المصريه حماه الوطن لها دور مع شعب مصر في الداخل في حمايه الوطن من الداخل ومن الخارج طبعا على حدودنا. الانجازات الرهيبه اللي بتقوم بها القوات المسلحه لدرجه ان الامن الغذائي أصبح القوات المسلحة بتقوم بدور لتخفيف عن المواطنين. نعم. الأعباء والأسعار وكده. ده يعني الناس اللي هم قاعدين على الشاشات الفضائية يقول لك ده محتجز، ده مش عارف إيه، ده مش عارف. طب هو الراجل اترقى مسك رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة. نعم. يعني ده منصب رفيع جدا ومنصب خطير جدا. طب نقول ايه بقى للناس اللي هي قاعده بره دي ما عندهاش ولا ذمه ولا عندها رحمه ولا عندها، نقول لها ايه؟ ما بننزلش لهذا المستوى، لكن بنقول لهم موتوا بغيظكم. نعم. مصر بخير بقواتها المسلحه برجال الشرطه البواسل بشعبها الاصيل بالاستقرار وبالامن والامان. من هنا لازم يولعوا، ما كل هم ما يولعوا وكل هم ما يحقدوا علينا، ده دليل نجاح ان مصر بتسير الى الامام. ده المشكله اللي معاهم، اللي معاهم جنسيه مصريه ومعاهم يعني المفروض تتسحب منهم. طبعا هو لابد يعني من اسقاط الجنسيه عن هؤلاء الخونه والعملاء. انا معايا على المداخله الوطن الهاتفيه الاستاذ محمد فتحي مدير الطوارئ والتدخل السريع بمحافظه السويس. مرحب بيك يا حاج محمد. مرحبا استاذ هاني، مساء الخير يا استاذ هاني. مرحب بيك حاج محمد. احنا اتكلمنا عن انجازات الفريق اسامه عسكر وباركنا له على الترقيه، وكلمنا عن رجال الشرطة العين الساهرة باركنا لهم طبعا على العيد وهنيناهم العيد ال 68. وأنا شايف في محافظة السويس طفرة كبيرة من يعني جهاز الطوارئ والتدخل السريع والخمس أحياء والجهاز التنفيذي تحت تعليمات صقر السويس اللواء عبد المجيد صقر ونائبه الدكتور عبد الله رمضان والسكرتير العام اللواء طارق عبد العظيم والسكرتير المساعد للمحافظة الأستاذ خالد سعداوي، كل واحد ياخد حقه. شايف حضرتك على طريق مصر السويس، وشايف حضرتك في عرب المعمل بنطاق حي عطاقة بالمحافظة طبعا حاجة مهولة بالمعدات رفع أطنان من القمامة. كلمني كلمني على الإنجازات اللي بتحصل في المحافظة. والله تكلفات سيادة اللي هو عبد المجيد صقر، الراجل ده منذ قدومه
ارض السويس، والراجل يعني بذل كل جهده وكل تفكيره هو وجميع القيادات التنفيذيه على جعل السويس دي عروسه البحر الاحمر. طبعا احنا اداره الطوارئ والتدخل السريع بنشتغل على الخمس احياء. تمام. اي تراكمات، مخلفات رطش، مخلفات مباني في اي حي بنقوم بمعداتنا برفعها وتحويلها للمدفن الصحي. بالنسبه لعرب المعمل طبعا كانت موجوده تراكمات يعني بقى لها سنين. قعدنا 11 يوم نرفع في التراكمات دي، وباذن الله طبعا سياده اللواء عبد المجيد صقر مدخل لها خطه رصد. طبعا احنا الشارع بالنسبه لطريق مصر السويس الجانب اللي هو من ناحيه عتاقه ده طبعا في شغل جامد هيتم فيه، هيتم تشجيره اسوات كده، نفس الوضع موازي لطريق من ناحيه فيصل. تمام. هيتعمل برضه جناين حضرتك وحدائق على جانب الطريق لغايه ميدان فكري زاهر. احنا معانا الاستاذ شرف الدين، محمد شرف معانا على الهواء مباشر، طبعا لسه كان بيتكلم في حق الانجازات في المحافظه. والله الاستاذ شرف طبعا ده راجل كان قبل ما يكون عضو مجلس الشعب كان راجل تنفيذي، وبعدين طبعا شايف الدنيا فيها ايه، وراجل لامس معانا كل خطوه بتتم على ارض السويس. استاذ شرف عاوز تقول حاجه على الهواء لمدير الطوارئ؟ بحييك يا استاذ محمد فتحي مدير الطوارئ بالسويس وجهاز التجميل والنظافة، والعمل الدؤوب والشاق اللي بيتم على أرض السويس بتوجيهات سيادة اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس. بحيي سيادتك وحيي رجالة أبناء السويس اللي معاك بيعملوا على مدار الساعة خلال 24 ساعة لتجميل السويس ونظافة السويس وإزالة الرطش وإزالة المخلفات، ودي أعمال جليلة وأنا عارف قيمتها فعلا لأن أنا اشتغلت كعمل تنفيذي في الأحياء في أحياء السويس. هذا العمل العظيم كل شعب السويس بيهني سيادتك وبيشكر حضرتك ويشكر سيادة اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والجهاز التنفيذي اللي معاه من السيد رؤساء الاحياء، من السيد سكرتير عام، سيادة اللواء طارق عبد العظيم، الدكتور رمضان، دكتور عبد الله رمضان نائب سيادة المحافظ، والاستاذ خالد سعداوي سكرتير عام مساعد المحافظه. يعني هؤلاء الرجال اللي يعني دول كتيبه عمل، وهو حقهم يعني بص كتيبه بص عمل يعني فعلا حقهم يعني حقهم على الشاشه اهو. نعم. يعني عرض على الشاشه ده مجهود يعني هي قناه يعني الصحه والجمال فعلا بتعرض على الطبيعه والتقارير اللي سيادتك بتجيبها على ارض الواقع من خلال عمل فعلي وحقيقي على ارض الواقع. شكرا. يعني سيادتك بنشوفك بالنهار بالليل في الفجر بندي لكل واحد حقه، دي حقيقه فعلا. واحنا كشعب السويس لسه دلوقتي شايفين حاج محمد مدير جهاز يعني الطوارئ بمحافظه السويس، عاوز تضيف حاجه قبل ما ننهي المداخله؟ لا طبعا عايز اقول باذن الله بمشيئه الله السويس هتبقى عروسه البحر الاحمر بمشيئه الله تعالى. اشكرك ان شاء الله. اشكرك، شرفت شرفت يا حاج محمد. انا من خلال هذا البرنامج برضو لما سمعت للتقرير اللي سيادتك عرضته على الناس المواطنين من ابناء السويس، الناس الكبار كبار العائلات اللي ده هتعلق عليه. طبعا بس مش عاوزك تعلق عليه بقى دلوقتي، يا ريت يعني الاستاذ وليد عماره المخرج الجميل يا ريت يطلعني لتقرير لحي فيصل واعمال التطوير هناك عند مجمع الاسواق. هنشوف طبعا مقاول من مقاولين محافظه السويس وهو الحاج سيد شحاته ضيف صاحب مؤسسة مصر للمقاولات العمومية. نعم. وهنسمع الأستاذة فاتن إبراهيم رئيسة الحي هتقول إيه، ونرجع نعلق على التقريرين. تمام. يا ريت لو جاهز طلعني التقرير رئيسة الحي. اتفضل اتفضل أستاذ وليد اتفضل. اهلا وسهلا بكم من محافظة السويس. النهاردة بنطاق حي فيصل هيكون معانا رئيسة الحي الأستاذة فاتن إبراهيم. طبعا النهاردة معانا الحاج سيد شحاتة ضيف مقاول من مقاولين محافظة السويس بخطوط الصرف الصحي. مرحب بيكي أستاذة فاتن.
اهلا وسهلا وصباح الخير عليكم. صباح النور. النهارده شايفين تطوير على اعلى مستوى، شايفين النهارده الساده المقاولين بياخدوا الشغل، الشغل مثلا بيقعد سنه النهارده بيخلصوه في شهرين، في ثلاث شهور، في ست شهور، بقى في انجاز، بقى في موازنه. محافظه السويس النهارده بقت بتتطور من بنيه عمرانيه وبنيه تحتيه ورصف اناره وزرع ورود تحت تعليمات وتوجيهات فخامه الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي، وطبعا مع صقر السويس اللواء عبد المجيد صقر. كلمين النهارده عن على البنيه التحتيه وعن الصرف الصحي وتغيير مسار الخطوط، وخطوط انا شايف خط 1000 جاي من حوض الدرس حتى ميدان العوايد بنطاق حي فيصل، وشايف خط 800 جاي من منطقه الجبليات بحي بنطاق حي الجناين حتى انتهاء ميدان العوايد بنطاق حي فيصل. مرحب بيك يا استاذة فاتن، وكلميني النهارده عن الشغل اللي بيتم على ارض الواقع. والله زي ما حضرتك قلت كده، طبعا هي دي توجيهات السيد وزير المحافظ، البنيه الاساسيه واهتمام بالبنيه الاساسيه، يعني هو فعلا حريص على الجزئيه دي. لو حضرتك شايف الخطين اللي حضرتك بتقول عليهم دول خطين مهمين جدا، دول رابطين الصرف الصحي في محافظه السويس كلها، يعني محزمينها من حوض الدرس لغايه عتاقه. فالخط الالف دون اخذ مراحل كتير، السيد الوزير بقى امر ان لازم نخلصها. لو حضرتك شايف فعلا الشغل جامد ليل نهار على اساس ان تخلص، داخله في جميع الاحياء من السويس للأربعين لفيصل لعتاقه، الشغل داخل في جميع المناطق كلها، الهدف منها ان هي رفع كفاءه محطه الصرف الصحي بحوض الدرس على اساس تستوعب كل اللي موجود والتطورات اللي بتحصل طبعا من الابراج والحاجات اللي الزياده بتحصل في محافظه السويس. بالاضافه طبعا لخط الجبليات ده طبعا برضو خط 1300 متر ده واصله على اساس ان برضو بالنسبه للجناين برضو على ايه يبقى نفس التوازي بالنسبه لمحطه الصرف الصحي. عندنا كمان مشروعات كتير، يعني الحمد لله في حي فيصل مشروعات فوق وتحت، يعني في الاسفلت ورصف وطريق الخدمه وطريق الاستقبال اللي هو طريق السلام، كل دون كان مشاريع السنه دي موجوده، بالاضافه اللي برضو دخول الصرف الصحي والكهرباء والميه للمشروعات دارك. مشروع دارك ده مشروع برضو كبير عملاق، كتله سكنيه كبيره، مشروع الاشجار برضو مشروع برضو كبير. شايف انا في نطاق حي فيصل برضو 24 اكتوبر شايف في تغيير مسار هناك اللي هو المركز الطبي العالمي اللي هم ايوه مستشفى التامين الشامل. دي طبعا حاجه جميله برضو لابناء السويس كلها، ان ما بقاش في مستشفى تامين صحي واحد، لا دي اصبحت في مستشفى اعلى منها كامكانيات وكمساحه، ان شاء الله بتنشا في 24 اكتوبر. يعني في شغل كتير معمول ان شاء الله على جميع الحاجات، حتى الغاز الوقت اصبح برضو الغاز داخل خط تاني رابط بين فيصل والسلام على اساس برضو يبقى في يعني زياده، طبعا حضرتك عارف الكتله السكنيه زياده، فاصبح برضو فيها تغذيه للسلام من ناحيه برضو الغاز. بالاضافه برضو الخط الميه اللي جاي، الخط ال 600 جاي من يوسف السباعي رابط من طريق اللي هو بجوار الجامعه لغايه العتاقه على اساس ان هو برضو يزود كميه الميه بالنسبه للسلام واحد والسلام اللي كانت بتشتكي. الحمد لله مشاريع كتيرة وإن شاء الله تخلص على خير وتبقى طفرة الحيز اللي محافظة السويس. السويس بتتغير وفيها طفرة كبيرة من بنية عمرانية وبنية تحتية وتغيير مسار مواسير وخطوط على أعلى مستوى. أكيد أكيد أكيد، يعني حضرتك شايف أنا بقول عن نفسي في قطاع حي فيصل كل البنية الأساسية عندي تعتبر شبه بتتزود وبتتغير، عندي إحلال وتجديد حتت كتير قوي في الصرف الصحي في مواسير المية، فالحمد لله السويس بتتقدم للأحسن. طيب نقول إيه بعد يعني الناس اللي شقيانة وتعبانة في الشارع 24 ساعة وإحنا رصدينهم النهاردة، بقالنا النهاردة سنة وثلاث شهور مع السيد المحافظ، نقول إيه بعد ما نجدد ونعمل حاجات جميلة كده في المحافظة، نناشد المواطن بإيه؟ زي ما حضرتك قلت الناشد اللي هو المحافظه على الحاجات دي كلها، يا جماعه يا ريت يا ريت يا ريت يبقى في مساعده ومناشده ونظافه ويحسوا بالمسؤولين، يعني ما يبقاش عدم لا مبالاه، لا دي بلدهم واحنا بنعمل لبلدهم، يعني زي ما حضرتك شايف احنا ليل نهار، فعلى الاقل يعني يبقى في تعاون وفي استجابه ويبقى كل واحد حريص على الخدمات بتاعته. اشكرك وبالتوفيق والنجاح. شكرا شكرا استاذ حاج سيد. احنا مش يعني مش هنسجل معاك، بس احنا بنقول قدام الساده المشاهدين عاوزين نعرف الخط دوت خط ايه بالظبط.
الخط ده احنا خط ده 1000 جاي من حوض الدرس رايح لغايه المزرعه فوق في العتاقه. تمام. النهارده السويس بتتغير يا حاج سيد؟ طبعا طبعا طبعا. نناشد بقى بعد الجمال واللي بنشوفه ده والبنيه العمرانيه والسويس بتتغير، نناشد المواطنين بايه؟ نقول لهم ايه؟ نقول لهم ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. كانت كل لينا احنا لينا 20 سنه كل سنه كانت في الصيف المجاري كانت تطفح في الشوارع، لقيت الحمد لله ما فيش ولا حد. نعم. تحت يعني تحت السيد الوزير المحافظ يعني بصراحه عمل شغل ما حصلش. اشكرك اشكرك حاج سيد وبالتوفيق اشكرك. عاوز تضيف اي حاجه؟ لا شكرا. لا شكرا شكرا اشكرك. مشاهدينا الكرام، عدنا اليكم من جديد. طبعا التقرير يتحدث عن نفسه على ارض الواقع. طبعا معانا دلوقتي الاستاذ محمد نور المستشار الفني لمؤسسه مصر للمقاولات العموميه. مرحب بك يا استاذ محمد. استاذ محمد نور معايا؟ انا معاك. مرحب بك يا استاذ محمد. اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ محمد؟ الله يعزك استاذ محمد. كنا بنتكلم عن يعني تغيير الخطوط، خط 1000 جاي من حوض الدرس حتى ميدان العوايد، واتكلمنا عن خط 800 جاي من منطقه الجبليات بنطاق حي الجناين حتى ميدان العوايد بنطاق حي فيصل. كلمني على الشغل اللي بيحصل هناك، وحضرتك المستشار الفني لمؤسسه مصر للمقاولات العموميه بمحافظه السويس. هو بالنسبة للخطوط اللي موجودة أو اللي شغالين فيها حاليا دي نتيجة الخط التونية اللي موجود بتاع الجبليات ده، على أساس إن كان الخط القديم موجود جنب بجوار خط السكة الحديد وداخل مجمع الأسواق. المنطقة دي بتبقى دايما لو حصل فيها أي كسورات أو أعطال بتبقى منطقة غرقانة، وطبعا ما يصحش. السكة الحديد طبعا مرفق مهم جدا، فابتدينا نغير المسار بتاعه من السكه الحديد من اول منطقه الجناين هي الالبان عند السكه الحديد لغايه مدخل مجمع الاسواق اللي هو عند طريق ناصر. ده بطول حوالي كيلو و700 على اساس ان الخط يبقى بعيد عن ما السكه الحديد، وفي نفس الوقت يبقى بالخط البوليفيرين ده بدل الخط القديم اللي هو كان جي ار بي مشاكله كتير يعني. فالحمد لله دلوقتي احنا وصلنا لداخل السوق، يعني ان شاء الله في خلال الفتره الجايه دي يكون انتهينا من انجازه. رغم المشاكل اللي قابلتنا في السكه كتير، انما الحمد لله يعني بفضل مجهودات الحاج سيد والمعدات اللي موجوده والناس المهندسين والعمال، الحمد لله اتغلبنا على كل المشاكل اللي موجوده، وصلنا الى نهايه السوق دلوقتي، وقريب قوي هيبقى الخط في الخدمه ان شاء الله. يلا بالتوفيق. خط الالف. معاك معاك اتفضل. الخط الالف برضه قرب على يعني يا دوبك ان شاء الله في دخول السوق نفس المنطقه اللي احنا شغالين فيها، وهيوصل لغايه العدايه اللي موجوده عند السكه الحديد. اشكرك وبالتوفيق والنجاح. اشكرك. طبعا علق لي بقى على تقرير اراء المواطنين بمحافظه السويس اتجاه الامن الداخلي، طبعا عشان كل واحد ياخد حقه. نعم. ونرجع نعلق على تقرير طبعا رئيسة حي فيصل ومؤسسة مصر للمقاولات العمومية. في الحقيقة بالنسبة للتقرير اللي عرضوه الإخوة المواطنين من أبناء السويس، أنا كمواطن سويسي بشاركهم التهنئة وبهني بتحية إعزاز وتقدير رجال الشرطة البواسل في عيدهم 68. طبعا هم الرجال السهرانين على راحة المواطنين، هم رجال الأمن والأمان. تحقيق الأمن والأمان دي فاتورة يعني كبيرة جدا، ضحوا رجال الشرطة بأرواحهم. فتحية من لرجال الشرطة البواسل، وتحية لشهداء الشرطة اللي استشهدوا في سبيل الدفاع عن الوطن وعن الأوطان وعن الشعب المصري، وعن ان احنا نعيش في امان وفراحه واستقرار. تحيه لاسر الشهداء. اسر الشهداء دول تحملوا الكثير
فمن هذا البرنامج العظيم برنامج الجريء برسل رسالة تحية إعزاز وتقدير لأسر الشهداء، شهداء الشرطة وشهداء القوات المسلحة وشهداء المدنيين من أبناء شعب مصر. بنقول لهم متشكرين إن قمتوا بدور نبيل وقدمتوا للوطن خيرة شباب مصر من رجال حاجة الشرطة. حاجة جميلة يعني، طبعاً يعني ناس حاجة عظيمة جدا. شفنا الحاج محمود والحاج محمود السبولي وشفنا ناس كبيرة موجودة والأستاذ جمال، حاجة جميلة اللي جدا. اللي أنا عاوز أقول لستك حاجة الناس بقى، الناس دي بتوصل رسالة للقاعدين في الخارج وبتوصل رسالة لشبابنا اللي هم طالعين. اللي انا عاوز اقول لك حاجه، اتفضل. الاسبوع اللي فات السويس طلع منها اكتر من 150 اتوبيس لشباب السويس ورجال السويس ونساء السويس واطفال السويس، راحوا الاستاد وانا كنت شرفت ان انا اكون من ضمن المواطنين اللي رايحين استاد القاهره. انا شفت هناك اكتر من 150 الف مواطن وقدهم من وان شاء الله الثلاث القادم 4 فبراير حاجه يعني عظيمه جدا. دول جايين يعني تحت رعايه الدكتور صالح السقا، يقولوا في انجازات للرئيس ان شاء الله يعني يوم 4 فبراير الثلاث القادم هنا برضو في كليه مصر في اكتوبر ان شاء الله. طالع 4 يوم الثلاث القادم ان شاء الله 4 اوتوبيسات طبعا من محافظه السويس. لا ده شعب ده السويس شعب عظيم يستحق كل خير. سعادتك حزب مستقبل الوطن معايا طلع على مداخلة هاتفية الأستاذ خلف من السويس. أيوة. مواطن سويسي، مرحب بيك. نعم. يا أستاذ خلف. أهلا بيك يا أبو زهاني. مرحب بيك. احنا أستاذ خلف كنا بنعيد على رجال الشرطة وإنجازات محافظة السويس. كلمتك طبعا بقى اتجاه رجال الشرطة والإنجازات اللي بتتم على أرض الواقع. أول حاجة بنقول كل سنة وكل جندي في الشرطة من جندي لأعلى رتبة شرطة كل سنة وهم طيبين، وبنشكر الجيش المصري اللي حمل بلاد والشرطة المصرية والرئيس السيسي، ونشكر كل البلد. وطبعا احنا كنا بنقول كان سيادة المستشار دلوقتي بيقول على الشاشة ان كان 150 او 120 الف اللي في استاد القاهرة. لا ده انا عايز اقول ان اكتر من 500,000 اللي كان بره الاستاد اكتر من اللي جوه الاستاد احتفالا باعياد الشرطه. وبنتهز الفرصه برضه انا عايز اهني صقر السويس اللي هو عبد المجيد اركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس على كل الانجازات اللي شغال فيها النهضه اللي موجوده حاليا في السويس من طرق وكباري وصرف، ويعني حاجه جميله جدا. ونتمنى الزياره للسويس باذن الله وخاصه مدينه السلام باذن الله. اشكرك. طبعا الكلام ده كلام عظيم جدا وده حقيقي فعلا. ومش هم نص مليون كانوا بره الاستاد، واللي موجودين في جوه الاستاد حوالي من 120 ل 150 الف. لكن انا بقول لسيادتك ان مصر كلها كانت فرحانه وبتهني الشرطه بعيدها في يوم 25 يناير سنة 2020. أنا عاوز أوريك حاجة على الشاشة كده قبل يعني قبل كل شيء بعد ما انتهينا من الخطوط. في عندنا طبعا شركة التقرير بتاع البنية التحتية ده هنعلق عليه بقى البنية التحتية. تمام. يعني يا ريت لو السيد المخرج معاه الصور في محافظة السويس يعني تورينا شركة الكرم وشركة الإيمان ويعني الرصف اللي بيتم هناك وتغيير المواسير ودارك مشروع دارك اللي يعني نوهت عليه رئيسة حي فيصل طبعا الحاج خلف عقبة هناك حاجة جميلة جدا، والحاج كرم شركة الكرم المقاولات. يعني هتشوف حاجة. تمام. يعني أمامك كده واضح التقرير، واضح والرصف في الجناين. الحاج عبد الحميد الكرماوي بصراحة يعني وأولاده احنا كنا محرومين بس في عجالة بقى، محرومين في حي الجناين بالتحديد من الرصف، ومحرومين في حي الجناين من الصرف الصحي. تمام. فاللي شفته النهاردة من الصرف الصحي اللي بيقوم بيه الحاج سيد شحاتة بتوصيل خط الألف وخط التمنمية من حوض الدرس إلى العوايد والحي فيصل، وشفت الكلام وسمعت الكلام من المهندسة فاتن رئيسة حي فيصل عن الإنجازات وعن البنية التحتية اللي بتتم النهاردة، بالإضافة اللي قام بيه سيادة اللواء بن تجميل للسويس وأصبحت مدينة تتحط على الخريطة السياحية، حاجة عظيمة جدا. النهاردة دخل بقى سيادة اللواء رئيس محافظة السويس. كان أمامك الجناين والرصف، ودلوقتي شركة الكرم الحاج كرم طبعا عقيل واولاده ده تغيير طبعا مواسير مياه حلوه. نعم. السلام واحد. نعم. يعني حاجه جميله احنا جدا. احنا كشعب السويس
خلي بالك كل اللي في السلام حوالي من 60,000 الى 100,000 نسمه، كلهم دول اصلا من سكان حي الاربعين، سكان حي السويس وفيصل، كلهم راحوا الحمد لله واقاموا في منطقه السلام واحد والسلام اثنين. فاحنا بنناشد السيد الوزير المحافظ. طب اخر كلمه بقى. بنناشد السيد الوزير المحافظ ان شاء الله ان يبص بعين الاعتبار لهؤلاء اللي قاعدين في السلام، لان عشان تكتمل المنظومه والسلام دي مدخل. السلام ليها حلقه معاك. لا لا لا، السلام بإذن. السلام ليها حلقه معاك خاصه. سلام واحد والسلام اثنين ان شاء الله. واخر كلمتك قبل ما ننهي. بأهني القوات الشرطه المصريه بعيدهم، وبتمنى ليهم الازدهار، وبقول لهم متشكرين، حققتوا الامن وحققتوا الامان وحققتوا كل سنه ورجال الشرطه طيبين. نعم. العيد ال 68 وكل عيد هم طيبين. وبكده هنكون انتهينا من حلقة اليوم، خليكم معنا في حلقة أخرى. وآخر كلامي الله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.